بكر. يا حمدي، كيف وقعت هذه الاشتباكات ولماذا؟ محمد، اشتباكات فعلا متواصلة، نسمع فعلا أصوات قذائف مدفعية ودبابات ومستمرة إلى هذا الوقت في أكثر من مكان من المدينة. هذه الاشتباكات العنيفة التي تجري بين المسلحين والقوات الموالية لصالح تأتي قبل الساعات من استعداد شباب الثورة للخروج في مظاهرة والاحتشاد لأداء صلاة الجمعة في ساحة الحرية في المدينة، وهي الجمعة الأولى التي يتم الصلاة في هذه الساحة بعد اقتحامها في قبل أسابيع من قبل القوات الموالية لصالح. أثار هذا القصف الآن الذي يحدث في المدينة هلع السكان والمواطنين هنا، والوضع فعلا يشير إلى أن هذه الاشتباكات قد تمتد وتستمر لوقت أطول بين الحين والآخر. الأصوات، أصوات المدفعية بمعنى آخر، الاستخدام مثل هذه الأسلحة الثقيلة المتوسطة يشير إلى أن فعلا الاشتباكات عنيفة، وخاصة بالقرب من ساحة من محيط القصر الجمهوري، وكذلك بالقرب من ساحة الحرية، وفي أماكن أخرى يبدو متعددة. المسلحون ينتشرون في أكثر من مكان، المسلحون الموالون للثورة طبعا بطبيعة الحال ينتشرون في أكثر من مكان، وقوات صالح أيضا تنتشر في أكثر من مكان في المدينة، ويبدو أن هذه الاشتباكات تأتي لمحاولة إثارة نوع من الخوف والهلع لدى الأهالي، وبالتالي عدم توجههم إلى ساحة الحرية في المدينة لأداء صلاة الجمعة والاحتفال للمطالبة بتشكيل مجلس انتقالي في البلاد لإدارة المرحلة الانتقالية. حمدي البكاري مراسلنا في تعز، شكرا لك على هذه المعلومات.